السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الله محمد عبد الله العفيفي. أنا أحد المنتجات التي صنعت وقولبت في شركة طيران الاتحاد للطيران. أنا توفرت لي جميع الفرص في مجال عملي في القطاع الخاص. أحب أنقل هذه الرسالة لإخواني المواطنين. منبر اليوم هي أحد منابر التي وفرت للكادر الإماراتي في أن يجد الوظيفة التي تناسبه. حكومة دولة الإمارات وفرت البيئة المناسبة والقدرات المناسبة لتمكين الكادر الوطني. كل ما عليك كطالب جامعة إذا عندك الفكرة عن شو حاب تشتغل إنك تقدم في المكان المناسب والبرنامج راح يكون متوفر لك بإذن الله. شكرا لك.